والدهب المستوى الفني نادي الزمالك طمن جمهوره شويه، وبالتالي طمن جمهوره الماتش بكره. لا خليني اقول لك، هي مش مقياس ان انت بتلعب زي ما قال عمرو يا اتحاد المنستيري فرقه، يمكن الراجل يمكن المدير الفني لسه ماسك يا فاروق و18 لعيب مشوا، لكن ده مش مقياس للمباراه اللي جايه. يمكن انا بقول دايما حتى مباراه التعادل اللي هي بين النصر والشباب ده مش مصالح الزمالك، لان انت مش في صالح الزمالك بمعنى ان انت لما الفرقتين النصر او الشباب هيلعبوا الزمالك والمنستيري هو كده كده الماتش المنستيري يعني ده مضمون سواء للنصر او الشباب، لكن يبقى النادي الزمالك لا عمل مباراه كبيره جدا، خصوصا الموبايل يعني البطوله المجمعه فاروق، الاول مباراه بتديك دفعه قويه، بتديك روح للعيبه، اللعيبه حاسه بمسؤوليه كبيره جدا وعليهم ضغوطات الفتره اللي فاتت وشفناها كتير جدا. يمكن اول مباراه، يمكن انا مبسوط من الاداء، كان في روح على فكره ودي محدش خد باله منها، ان كان في روح كبيره جدا عند اللعيبه، ان اللعيبه مصممه ان هي تعمل بطوله كويسه جدا رغم الضغوطات اللي عليها. بدايه جديده يعني كانت بدايه جديده يعني، وعلى فكره خلينا ما بالك انت كمان لو عندك الراجل ده لو عنده صفقات كويسه جدا بالاداء اللي احنا بنشوفه الهجوم اللي بيحصل، لان الراجل ما بيخافش وبيجاذب بشكل كبير جدا. يمكن في ماتشات كتير جدا كان بيلعب بدون ديفندر، لكن هو الراجل لما لعب بالسيسي ولعب بمحمد روح عملوا ماتش كويس جدا، كان في روح، كان في تألق من بعض اللاعبين، شفنا زيزو واحمد فتوح، كان الديفنس ملتزم بشكل كبير يا فاروق، يمكن ما كانش فيه غلطات، الغلطات قلت ودي حاجه كويسه جدا. لكن انت كمان اللاعب المصري عنده دايما الجراءه يا فاروق، حتى لما بيلعب قدام فرقه كبيره بيبقى عاوز يطلع كل اللي عنده، لان انت كمان بتلعب مع فرق سهل ان انت يعني ممكن توصل وتاخد، وليه لا ان انت تاخد البطوله وتعمل ماتشات كويسه، لكن انت المباراه الكبيره طمنت بشكل كبير جدا الزمالك وبالاداء بالروح، حتى اللعيبه الناشئين او اللعيبه الصاعده عملوا ماتشات كويسه الفتره دي. رايك في اللعيبه الصغيره اللي ممكن بيشاركهم سوري في الفتره فاتت كابتن؟ هو عايز يعودهم على شغله وطريقته، زي ما ابو الدهب بيقول لك اهم حاجه في الموضوع ده فتره اعداد ايجابيه، يعني يعتبر البطوله دي فتره اعداد ايجابيه، ايجابيه بقى ماديا معنويا نفسيا ايا كان. ان الموسم ما انتهاش بالنسبه للزمالك، هو خلص الدوري وابتدى يروح البطوله العربيه، يعني ما ريحوش، يعني انت رايح البطوله ديت انت كنوع من يعني الروح المعنويه تبقى مرتفعه عند بعض لعيبه الزمالك، حتى كان هو الراجل اللي بعض اللاعبين اللي رجعوا من الاعاره ان الراجل كان عاوز يشاركهم او ياخدهم معاه ويشاركوا في البطوله، لكن القيد تقريبا او تأيده في بعض او محمود علاء اتصاب. لكن عايز اقول لك لا الزمالك عمل مباراه كويسه، اتمنى ان هم يعني يوصلوها في مباراه النصر والشباب. طيب.